مرحبا، يعطيكم العافية. هلأ حنعمل وصفة كتير طيبة وعلى طريقتي. حنعمل الدجاج شرقي بالتمر الهندي والياسمين، وكمان أكيد حنستعمل الدجاج الروضة الكامل، دجاج محلي خالي من أي هرمونات وأي مواد إضافية، وكمان خالي من المضادات الحيوية. وهيك أطيب صحن رز شرقي مع الدجاج بالياسمين والتمر الهندي من الروضة تشيكن. لعيونكم.